أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند مانتا فرحاد وين أيي إيتهاي إنان إمادو مغالة تاريخي حضارة له البحني ماذا كسو جيدو وبراوي أو عاصمة دي كونفور قلبيت دول قبلت كونفور قلبيت مدة أيام كنت أمي هنا هل كان يماضو هل سنة يوحيو قادة بلوين لكن ما أنت أي قرنات هنا يماضو وكفر أحسنة هاي ومقالة دي لو دياريي دور شوينك كونفور قلبيت إنا هل كان كدعان سببها هل كان ومنتو حقوه الرئيين أن بغضو قوبة هاي دور شوينك كدعيسو دقائن ندى اسبيتالكا دقمدا براوي يدمان شعبك كل نول دقمدا براوي انان اندهيق كسو اركا دروفها يحالده يكونو ليهين سيكال هدامو ديقو مقالة دروفي سنة سوغي لكن مقالة نور يسو قروح بضان مركة الهي 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 سبحانه وتعالى وحانك بريا انو زياديو مدحوينان وحانك عطسان اياه إني قرشل لي مادان مقالدا لغوسو قوريو أني كان أنك كوه هاي لولكو قوه رأينا اللي يرياديو ديار عيان وهاي نقصو قوري وحان ربنا إنا نقينو ديق داوين وزيرة دعافماتك فدرالكا يالي سعطة وزيرة فوزية إنا نقارسينو سبيتالكا داوين وحان كلاو الربا ما انتين أقوب شهرين مدحوين عبد العزيز لفتقرين إن مالين دويت عن تقني دالكاس مصر وحيابان او تقنين اي كميد هاد وحبارشي ان لغسو هيلو ديغ وحبارشان واوضنا مدحوين هايانا يعني كلاتشانينا او دقميد براو ان لسيو هدو الهي سبحانه وتعالى ايدمو وحان ليا هاي شعبك الصوماليات وادو جيدان دورشدي وابلاو هلو ديار قروبو دقال الله ده لغو انتوبو اسقب قبسيق هل اسكد دايو dalka waanaga badan yahay aan doorasho galno wadanka horo ah u socdo sidoo kale waxaan rabaa inaan ka faa'iideysto fursadan maanta in dad Soomaaliyeed laga soo celiyo laascaanood dad Soomaaliyeed dal Soomaaliyeed joogay ma dhigi kari waa tarxiil iyagana ay u macneysteen tarxiil inuu yahay waa ceeb waa mustaqbal xumo waa sharaf xumo in dad ganacsata ah hawla ku haysto ku nool laascaanood maanta la yiraahdo ka guura konfura ka timaadeen waa ayaan daro laakiin taariikh ayaa qormayso waxaan rajaynayaa shacabka ku nool laascaanood arintaas inay ka dhidhiyaan tusaan wadajirka soomaalinimada ehelnimada iyo in dalkan la wada leeyahay dalkan waa inaga badan yahay dalkan magaca soomaali ayaa lagu leeyahay cid soomaali soomaali kale ka xigta ma jirto insha allah ceebtaas inaan iska dhaqdiin ayaan rajaynayaa reer laascaanood ومهسنتهين وحان ليها مركة لإمرسة دحاد ومهسنتهين شعبك كل نول دقمنا براوة مدى حدودة وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حق حساسية بيش عالم كورك صوصار تي قلافك كتاقن هقان كالنساء إيا وزارة دا أمني قيس لمركاسي ندك تديق قودر تمدحوينا وقتي كدعي محمد عبدالله فرماجو بيش عالم كايا قرال عصوبة صوصار تي اوه هذا الشي قلافك أولي حالك اللول لأي هاي ايو دحي مدحوينا وقتي كدعي فرماجي رئيس الوزارة محمد حسين روبل ايكو ادن هقان كوزارة دا أمني قيها يدن سقرنكا صاحب بدا عالم كاي سوماليا وحي حسوسين يان ان مدحوين محمد عبد الله فرماجو يرئيس الوزارة محمد حسين روبل اي سي ودان دادالة دحدحادين تاهي اي لغو حالين ايو خلافات كلغو موجيي اسويدار سيغوذي واربحينا دا اي لحي توانكي سبتمبر لبكون كوي لواتان كاي لغو يري قرالكا باش عالم كاي شكتي ان سكستوا اي كول والسيهين ان ارمها اساسيغ اه اي انولي لحالين ان كستو ان كبدا لبطو دواد اي جرين دادالة دحدحادين اهي هوالا آت سياسة دي سعوتا ياسي كرديني سهاليس تدي بودع كالي اوكو يمادا جي دي سعوتك دورشاد وحينا هرسيد دي جاهوارير كدا شيهو غانك وزارة دا امنيغا قدها ايا هيا دا سردونك ايا نبسوغي دا قرنك ايا نسا كواسي او وحتر كودو مهيم ايا هاي لدقالنك الشباب ايا الالين تحالة دا نبتقليا دا ايتالك ايا لغو يري ورسا حافظيتك صاحب دا عالبك وحيكو بورين ايا مدح وينا هاي ريز الوزارة اينا يسيد او نقصها بدن او غاران هشيس سي اي ديرا دا او ساران هرگلين تا هشيسي دا دورشا دا اي طبان يتضبادي سبتمبر لبكوني لباتان كايو لباتان يتضبادي مي لبكوني كوي لباتان كايو ان اي هوبيان ان هيا دا امنيغا اي مهيم كا اح ايو نسا اي مدح او يهين هو غاميال اوود او له او لقدر يو غار احان حلقة دورشو اي كاقرانكا qoraalka ayaa waxa si wada jir ah u soo saaray howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya misom Canada Denmark Egypt Ethiopia midowga Europe Finland Germanka ur goboleedka igad Ireland Talyaaniga Kenya jaamacada Carabta Netherlands Norway Qatar Saudi Arabia Sudan Sweden Switzerland Turkiga boqortooyada Ingiriiska dawladda Mareykanka iyo qaramada midoobay si kastaba ha ahaatee beesha caalamka ayaa ku baaqday in si degdeg ah xal looga gaaro khilaafka madaxweynaha waqti ka dhacay ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble farmaajo ayaa ku dhagan dhammaan qodobada la isku haystay isla markaasina waxa uu muujin laayahay tanaasul xoogan dhinaca kale wasiirka cadaaladda Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa si degdeg ah u hadlay musaafirinta dadka ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed ee ku nool magaalada Lascaanood ee gobolka Sool ay ku hayso xukuumadda Soomaaliland wasiirka oo shir jaraa'id qabtay ayaa yiri waxa aad uga xumaa waxa ka socda magaalada Lascaanood in dad Soomaaliyeed laga musaafiriyo magaalada Soomaaliyeed waa wax cusub dhaqankeena suuban mana ka tarjumayso ilbaxnimada iyo dhaqanka dawliga ah ayuu yiri sidoo kale wasiir jaamac ayaa nasiib daro ku tilmaamay in si gaar ah loo bartilmaameysado dad gaar ah oo weliba si nabadgelyo ah uga ganacsanayay magaalada Lascaanood isla markaasina hanti xoogan ku lahaa wasiir Cabdiqaadir Maxamed Nuur ayaa sidoo kale wax garadka culimada diinka qoyaanada isimada cuqaasha hay'adaha xuquuqda aadanaha iyo shacab weynaha reer Lascaanood ugu baaqay in aysan ka aamusin oo aysan raali ka noqon buu yiri falka foosho xun doorkoodana ay ka qaataan xalinta arrintaasi ciidamada booliska Soomaaliland ayaa shalay iyo habeen hore Lascaanood ka waday howlgallo ka dhan ah dadka ka soo jeeda Koonfur Galbeed isla markaasina raaf iyo tarxiil isugu daray waa wax aad loogu xumaado dad badan ayaa ku tilmaamay arrintaasi inay tahay cunsuriyad aad u weyn isla markaasina aan marnaba loo dulqaadan doonin fadlan hadii aad ka qayb qaadanaysid ra'yiga calan sida media ee ku aadan khilaafka ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa lagaaga baahan yahay in aragtidaada aad ku soo koobtid 3 daqiiqo oo kaliya mar hadii ay ka bataan way nagu adag tahay inaan qaadano ku bilaaw calan sida media magacaaga iyo halka aad joogtid waad ku mahadsantihiin sida sharafta leh aad ugu soo qayb qaadataan ra'yiga dadweynaha ee warbaahinta calan sida media inta aan ka gaarno markasta waa soo deyneyna inta aan soo deyninne waxaan isku dayeynaa in mar kale aan ku soo qaadano barnaamijyadeena aad ayaad u mahadsantihiin walaalaha ku tixan calan sida media fadlan nala joog.
dhageysto ogow hadaan halka qayb ka noqon waxa qayb ka tahay dhibaatada dalka.